I'm going to
مثلا حاكي الأمصار حاكي الفطار الدماغ حاكي الشتاء الشتاء الموسم الحمد لله ما شاء الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة
واستعملنا بسنتي يا رب العالمين ويا رب العالمين. اللهم يا رب انشرنا في زمرتي وتحت لوحي واسقنا بتصرفنا بمحبتي امين يا رب العالمين. اللهم يا رب بلوانا اقبل سلم وجعلنا اقبل ما جزيت به نفع على امتي يا رب العالمين. اللهم يا رب اني اللهم يا رب اني اسالك ان تغفر لي وترحمني وتتوب علي وتعافيني من جميع البلاء والبل والخارج من الارض والنازل من السماء انك على كل شيء قدير. برحمتك وأنت أغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ورضي الله عن أزواج طاهرات أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحابنا وعن الأمة أئمة الهدى والمصابيح الدنيا وعن التابعين والتابعين تابعين وهم إحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الأرواح والأجساد البالية أسألك قوة الأرواح الرجعة إلى جسدها وقوة الأجساد الملتئمة بعونكها وبكلمتك النافذتهم وقفتك الحق من دون الفلائق بين يديك ينتظرون فصل فضلك ويرجون رحمتك رحمتك ويخافون عقابك أن تجعل النور في برصري وصل وذكرك بالليل والنهار على لساني وعملا صالحا فارزقني. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما جعلت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعبدك ورسولك وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك صلاة دائمة تقوم كتاب من ملك الناهي. اللهم إنا نسألك بأسمائك العظمى ما علمت منها وما لم أعلم وبالأسماء التي سميت بها نفسك ما علمت منها وما لم أعلم أن تصل على سيدنا محمد وعبدك ونبيك ورسولك عدد ما خلقت من قبل أن نسأل أمتي والأرض مبنية والجبال مرسية والعين مبهرة والأنهار منحدرة والشمس مشرقة والقمر مضيئا والكواكب مستنيرة والبحار مجرية والأشجار مثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد عندك علمك وصنع على سيدنا محمد عندك علمك وصنع على سيدنا محمد عندك كلمتك وصنع على سيدنا محمد عندك نعمتك وصنع على سيدنا محمد عندك فضلك وصنع على سيدنا محمد عندك شكرك وصنع على سيدنا محمد عندك سماواتك وصنع على سيدنا محمد عندك أرضك وصنع على سيدنا محمد عندك ما خلقت في سماء سماواتك من ملائكتك وصنع على سيدنا محمد عدد ما خلقت في أرضك من الجن والإنس وغيرهما من الوحي والطير وغيرهما وصل على سيدنا محمد عدد ما جرى في القلم في علم غيبك وما يجري به إلى يوم القيامة وصل على سيدنا محمد عدد القبر والمقر وصل على سيدنا محمد عدد ما يحمدك ويشكرك ويهلك ويمجدك ويشهد أنك أنت الله وصل على سيدنا محمد عدد ما صليت عليه أنت وملائكتك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد من صلى من لم يصل عليه من خلقك وصل على سيدنا محمد عدد الجبال ورمال الحصى وصل على سيدنا محمد عدد الشجر والرقي والمدر وصلها وصل على سيدنا محمد عدد كل سنة وما تخلق فيها وما يموت فيها وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق كل يوم وما يموت فيه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد عدد سعد الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وصل على سيدنا محمد عدد الراحل مسافرتي في مشارق الأرض ومغاربها وجوفها وقبلتها وصل على سيدنا محمد عدد نجوم السماء وصل على سيدنا محمد عدد ما خلقت في بحارك من الحيتان والدواب والمياه والرمال وغير ذلك وصل على سيدنا محمد عدد النبات والحصى وصل على سيدنا محمد عدد النمل وصل على سيدنا محمد عدد المياه العذبة وصل على سيدنا محمد عدد المياه الملحة
وصل على سيدنا محمد نادى نعمتك وعلى جميع خلقك وصل على سيدنا محمد نادى نعمتك وعذابك على من كفر بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل على سيدنا محمد نادى دمامة الدنيا والآخرة وصل على سيدنا محمد نادى دمامة الفلك في الجنة وصل على سيدنا محمد نادى دمامة الفلك في النار وصل على سيدنا محمد على برد ما تحب وترضى وصل على سيدنا محمد على برد ما يحبك ويرضاك وصل على سيدنا محمد أبد الآبدين وأنزل كل مجر المقرب عندك وعافي العصمة القبيلة والشفاعة ودرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي عمك وإنك لا تحب المعال اللهم إني أسألك بأنك ملك وسيدي ومولاي وثيقة رجائي أسألك بحرمة الشهر الحرام والبلد الحرام والمشعر الحرام وقفل فيك عليه السلام أن تهب لي من الخير ما لي علم وعلم إلا أنت وتصرف عني من السوء ما لي علم وعلم إلا أنت اللهم يا من وهب لسيدنا آدم وسيدنا سيدنا آدم سيدنا عيسى ولسيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق إسماعيل وسيدنا إسحاق ورد سيدنا يوسف عن سيدنا يعقوب ويا من كشف المعنى عن سيدنا أيوب ويا من رد سيدنا موسى إلى أمه ويا زائد سيدنا حسين خبير في علمه ويا من وهب لسيدنا داود سيدنا سليمان وسيدنا زكريا سيدنا يحيى ولسيدنا مريم سيدنا عيسى ويا حافظ نبي سيدنا شعيب وأسألك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى جميع نبينا والمرسلين ويا من وهب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاعة ودرجة رفعة أن تغفر لي ذنوبي وتستر لي عيوبي كلها وتجيرني من النار وتجيب لي رضوانك وأمانك وغفرانك وإحسانك وتمتعني في جنتك مع الذين لم تعرف من النبيين وصديقين وشهدائين وصالحين إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ما أسعد روحه صحابا بكمل وذاق كل ذي روح حماما وأوصل السلام لأهل السلام في دار السلام تحية وسلاما اللهم أفرد لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت التالي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفرج لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم أفرج لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت لي به ولا تحرمني وأنا أسألك ولا تعذبني وأنا أستغفرك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم اللهم إنا نسألك وتوسل وتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك يا حبيبنا يا سيدنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم يا نعم الرسول الطاهر اللهم شافع فينا بجاه عندك اللهم شافعه فينا بجاه عندك اللهم شافعه فينا بجاه عندك واجعلنا من خير المصلين والمسلمين عليك ومن خير المقربين منه والواردين عليك ومن أخيار المحبين به والمحبوبين لديك وفرحنا به في عرفة القيامة واجعله لنا دليلا إلى جنة النعيم بلا مهونة ولا مشقة ولا مناقشة الحساب واجعله مقبلا علينا ولا تجعله غاضبا علينا واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأسألك يا الله يا الله يا الله يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أسألك بما حملت رسلك من عظمتك وجلالك وبهائك وقدرتك وسلطانك وبحق أسمائك أسمائك المخزونة المكنونة المطهرة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك وبحق الاسم الذي وضعته على الليل فهم لما وعلى النهار فاستنرى وعلى السماوات فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى البحار والفن فانفجرت
وعلى العيون فنبع وعلى الصحف فأنبرت وأسألك بالأسماء المكتوبة في جبهة سيدنا جبريل عليه السلام وبالأسماء المكتوبة في جبهة إسرافيل عليه السلام وعلى جميع الملائكة وأسألك بالأسماء المكتوبة حول العرش وبالأسماء المكتوبة حول الكرسي وأسألك باسمك العظيم الأعظم الذي سميت به نفسك وأسألك بحق أسمائك وأسألك بحق أسمائك كلها ما علمت منها وما لم أعلم وأسألك بالأسماء التي دعاك بها سيدنا آدم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا نوح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا صالح عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يونس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا موسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا هارون عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا شعيب عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إبراهيم عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إسماعيل عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا داود عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سليمان عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يحيى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا يوشع عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا الخضر عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا إلياس عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا زكريا عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا عيسى عليه السلام وبالأسماء التي دعاك بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيك ورسولك وحبيبك وصفيك يا من خلق الحق والله خلقكم وما تعملون ولا يسر عن أحد من عبيده قول ولا فعل ولا حركة ولا سكون إلا وقد سبق في علمه وقضائه وقدره كيف يكون كما ألحمتني وقضيت لي بجمع هذا الكتاب ويسرت علي به الطريق والأسباب ونفعت عن قلبي في هذا النبي الكريم الشك والارتياب وغلبت حبه عندي على مبكي جميع الأقرباء والأحباء أسألك يا الله يا الله يا الله أن ترزقني وكل من أحبه وتبعه وشفعته ومرافقته يوم الحساب من غير مناقشة ولا عذاب ولا توبيخ ولا عتاب وأن تغفر لي ذنوبي وتذكر عيوبي يا وهاب يا غفار وأن تنعمني في النظر إلى وجهك الكريم في جملة الأحباب يوم المزيد والثواب وأن تتقبل مني عملي وأن تعفو عما أحاط علمك به من خطيئتي ونسياني وزللي وأن تبلغني في زيارتي قبره والتسليم عليه وعلى صاحبه خير أملي بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا رؤوف يا رحيم يا ولي وأن تجاز عني وعن كل من آمن به واتبعه من المسلمين والمسلمات والحياء منهم والأموات أغلى وأتم عما ما جزيت بأحد من خلقك يا قوي يا عزيز يا علي أسألك اللهم بحق ما أقسمت به عليك أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد ما خلقت من قبل أن تكون السماء مبنية والأرض مبنية والجبال عليا والعيون منفجرة والأنهار والعيون منفجرة والبحار مسخرة والأنهار منهمرة والشمس منحي والقمر مبين والنجم منيرا ولا يعلم أحد حيث تكون إلا أنت وأن تصلي عليه وعلى آله عدد كلامك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد آيات القرآن وحروفه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما لم يصلي عليه وأن تصلي عليه وعلى آله من أرضك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما جرى به القلم في أم الكتاب وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت في سمع سماواتك وأن تصلي عليه وعلى آله عدد ما أنت خالقه فيهن إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة وأن تصلي عليه وعلى آله عدد فضلك عدد قبر المقار وكل قبرة قبرت من سمائك إلى أرضك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل من ألف مرة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع التقييم بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام اللهم صل على الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. اللهم صل على النبي تمام المصنع نور الظلام المسلم تاجر سلام الله مصنع الشافي بسم الله. يا رحمة الله إني خائف وجل نعمة الله إني مخلص عني وليس لي عن مطمئن ما فيني سوى محبتك وما هو إيماني فكن أماني من شر حياتي من شر مماتي وبرحمتك من يكون في لاين بعد وخلص وكن فزلتي من أولى المعصيين تحية سمة المولى ورحمته ما غرت الوقوع ما غرت الوقوع في أوراقها وصنع عليك يا عارة النسخة ويسند الأوفاء ومن مطبوخ روحي وروحاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عليه شكرنا وشرك أمورنا وبارك في همومنا وشفاء همومنا وفي هذا ونفنا وفي بها ديوننا وأصلح أحوالنا وبلغ بها أملنا وتقبل بها توبتنا واصل بها حوباتنا وصلح بها حكم القرآن سنتنا ونسبة وشهادنا وارحم بها بركات واجعلها نور بين أيدينا من خلفنا وعن أيمن عن شمالنا من فوقنا من تحتنا في حياتنا وموتنا وفي قبورنا حشنا ونشنا ولن يبقى متي على رؤوسنا وتأخير بها موازين حسناتنا وببركاتها علينا حتى نلقى نبيا وسيدا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرونا مستبشرون ولا تفرق بيننا بين وحتى دنخلنا فلا وداويانا الى جوارح الكريم مع الذين انعمت عليهم من نبينا وصديقنا وشهدائنا وسلمنا وحسن اولئك رفيقا اللهم انا امنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فما جعل الله ما في دار قرية وثاب القلوب على قلوبنا قلوبنا على محبته وسامعنا على سنته وتوبنا على ملته وشرنا في زمرة النافية وحيث به المفلحين وانفعنا بمن فوت عليه من قلوبنا بمحبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا قلينا وأورنا حوض الأساس بنا لكاس الأوقع ويسر علينا زيارة حرم وحرم قبل أن تميتنا وادم علينا القمد بحرم حرمه صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى. اللهم إنا نشتكي إليك إذ وأوجج عينيك ونفصل بعينك إذ وأعظم ما تحسن بحق عينك ونتوسل إليك إذ أقرب الوسائل إليك نشكو إليك يا ربي قسط قلوبنا وسخط ذنوبنا وقر عملنا وفساد عملنا تكاسل عفواتي وهجومنا وعلى المخالفة فنفتح فنعم المستكى إلهي أنت ربيتك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا. اللهم ولا جل في رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسك فلا تبعنا بطبيبا بك نقيك فلا تبرنا وإياك نسأل فلا تقينا. اللهم ارحم تضرعنا وأمن خافنا تقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل بطاعتك سوى لنا والخير ما لنا وحقق بزيادة آمن واختم سعادة أجلنا هذا دننا باهر بين يديك وحالنا يا وحالنا لا يخفى عليك أمرتنا فاتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا خير مأمول وأكثر ما مسؤولين إنك عفو وعفو رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد ورسول مسلم تسبسه وسيدنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لا رسالة الأنبياء والمرسلين وقد ما يشرون دين الله ما شاء الله.
hindi naman na siyempre ganas mo lang. Ito yung kalabot na. Mga sarap na lang yung kalabot. Kita sama